بحب الدراسة العادية. المس بتصير تطرح سؤال وإحنا كلنا بننزل نجاوب. الدراسة التقليدية لأنه عندي صحبات في المدرسة وبشوف المعلمة بنفهم أكثر. بحب التقليدية عشان بلعب مع أصحابي. هي الأونلاين أحلى، الواحد من دون ما يطلع المدرسة ولا شيء. من خلال برنامج العودة للمدرسة لسنة 2020-2021 في مركز الحسين للسرطان، 114 طالب تابعوا حصصهم عن بعد، 77 جهاز لوحي و9 أجهزة حاسوب محمولة تم تأمينها للأطفال، 10 طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تم تدريسهم في مراكز الرعاية الخاصة. العلاج مش بس دواء، العلاج إنه تقدر تمارس الحياة بشكل طبيعي رغم المرض، والتعليم أهم مقومات الحياة. شكراً للبنك العربي على دعمكم الرائع واهتمامكم المتواصل بأبطال مركز الحسين للسرطان.